السلام عليكم بنات، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. اليوم سأشارك معكم فيديو جديد، فيديو عن لفة حجاب، لفة جد جد سهلة ورائعة ومختلفة تنفعك للمدرسة والعمل والخروجات اليومية. لفة جد جد عملية وسهلة، أتمنى أن تنال إعجابك. وأحب أن أرحب بالمشاركين الجدد، و إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا عليه بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. وإذا أردتم المزيد والعديد من الفيديوهات الجد رائعة عن لفات الحجاب وتنسيقات الملابس جد جد رائعة وسهلة، ادخلوا إلى قناتي ستجدون العديد والعديد من الفيديوهات جد جد رائعة. وفي هذا الفيديو توجد 4 لفات جد جد سهلة وسريعة ومختلفة. بالنسبة لهذه اللفة الأولى جدا سهلة ومختلفة تماما، أما بالنسبة لهذه اللفة الثانية هي لفة حجاب مربع، سهلة وسريعة ومختلفة. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، وإذا أردتم المزيد والمزيد من الفيديوهات اكتبوا لي في التعليق ما أكثر الفيديوهات التي تعجبك، فيديوهات لفات الحجاب أم تنسيقات للملابس. وأترككم الآن مع هذا الفيديو الرائع. أما بالنسبة لهذه اللفة جدا جدا سهلة وسريعة ومختلفة للغاية، اللفة بالطرحة بالشال الطويل كما ترين، عملتها بهذه الطريقة جدا سهلة ورائعة ومختلفة. وأترككم الآن مع تكملة الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. لا تصدقي شعور أي أحد إلى أن يثبت جديته. إحنا في زمن صار كل شيء سريع، الحياة سريعة لدرجة أصبحت حتى مشاعرنا سريعة، بسرعة تجذبي وبسرعة تنشدي، أو بسرعة أحدهم يجذب لك أو ينشد لك، وفي لحظة ما بدون سبب بدون مبرر تتغير هذه المشاعر من عندك أو من عنده. هنا بنكون إحنا فريسة شعور مؤقت أو انبهار مؤقت أو تعبئة فراغ، فليه تكوني أنتي هذا الشخص أو أنك تحطي نفسك في هذا الموقف؟ لذلك لا تنشدي ولا تنساقي في العلاقات المؤقتة أو المشاعر المؤقتة أو حتى الانبهار المؤقت. خليكي دائما عزيزة، خليكي رفيعة الشأن، رفيعة المشاعر، رفيعة العقل. اللي يجي يطرق بابك أو يلمس طرفك يكون حاسب حسابه ألف 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 مرة، لأنك أنت ما يلعب معك. لا تبرري أفعالك ولا تبرري أقوالك ولا تبرري أفكارك. لا تعيشي أنك تبرري لكل الناس من حولك أنت ليه فعلتي كذا، أو أنت ليه قلتي كذا، أو أنت ليه بتفكري كذا. الشخص المبرر دائما واللي يحاول يعطي الأسباب لاستحقاقاته لنفسه للمحيط اللي حواليه، معناته شخص للأسف الناس بتاخذه أنه يمكن مش واثق من نفسه، أنه ممكن يكون شخص مدعي لهذه الأفعال والأقوال والأفكار، أو بيبرر للناس عشان يقنعهم أنه هو يستحق. افعلي، قولي، فكري دون الرجوع لأحد، بس بحدودك اللي تمثل شخصيتك. لا تقتبسي ولا تقلدي ولا تكرري. دائما شخصيتك المستقلة وامتيازاتك المستقلة هي اللي بتفرض وضعها. مرة ثانية، لا تبرري الفكرة، لا تبرري القول، لا تبرري الفعل، خليهم يشوفوا النتيجة على شخصيتك بدون توضيح. جربت شعور الامتنان العميق، مش في وقت إدراك النعم، لا، الامتنان العميق في وقت الخسارة، لما أخسر شخص، أو لما أخسر فرصة، أو لما أخسر شيء أنا كنت أطمح له، وبعدين أجي كذا أقول الحمد لله على كل حال. بعمق الامتنان في هذه الحالة أعمق أثراً من الامتنان وقت المكسب، وقت النجاح، وقت الإنجاز، لأنه بيكون ملبوس بالرضا، بأن احنا يا رب أنا مبسوط
إنك خسرتني هذا الشيء، وممتن لك لأنك أكيد أنت أعلم مني. وقتها بيجي العوض وبيجي الشيء الأجمل أضعاف وأضعاف وأضعاف، لأن كنا مدركين إن هي منع من الله سبحانه وتعالى لعوض أكبر، فامتنوا في وقت الخسارة. انطلقوا وجربوا تحدي الزوج المتعاون. كيف عزيزاتي الزوجات؟ روحي نادي زوجك قولي له يوم الجمعة الجاية أنا قررت أخذ أجازة، لن أفعل ولا شيء، والغدا عليك، وأهم شيء إن الغدا عليك، وسوي لنا كبسة أو منسف أو محشي أو حمام بالفريك، أي أكلة صعبة. وقولي له أنت روح المطبخ، والمطبخ الآن أصبح مملكتك، وخلينا نشوف هيطبخ، هينبسط، هيفوت في التفاصيل، هيعرف في وين الأغراض. قولي له أنا لا تسألني ولا تيجي جنبي، بحط لك الإرشادات على الثلاجة. هل هيتعاون زوجك هنا؟ هل هيتفاعل معك؟ أم هيقولك أنت فلتتي في عقلك؟ وإذا ما رضي يطبخ قولي له روح الغسيل. أهم شي شارك، خلينا نشوف متعاون ولا مش متعاون، متقبل ولا مش متقبل. عارف أن المنزل هو مملكة المرأة، ولكن هو الوزير فيه ولا لا؟ قولوا لي إيش هيصير معكم. اللهم أني بلغت، اللهم أني أشهد. قاعدة، ما في امرأة على وجه الأرض أيوة. ترى رجولة زوجها وترى كرامته وترى قوته في قراره واعتماده على نفسه وما تساعده. صدقيني أتفكر. المرأة لما الرجل يملى عينها ويملى حياتها وتحس إنه هو سند رجولي مش سند مادي. إذا جيبها مليان أكثر منه هتكب عليه بدون، يمكن بدون ما يحس حتى، يمكن كل ما قصرت على الثلاجة راحت اشترت وحطت بدون ما يحس. بس مثل المرأة تلف يدها وتشد عليها لما تحس إنه هو متكل، إنه هو ما يبغى يلقى حلول. طيب ما خلص أنا ليش أشتغل؟ ما أنت راتبك 16، ما أنت تدفعي. صدقيني هنا توقف، تركيه وامشي. وقتها هيعرف قيمتك، ولما هيعرف قيمتك هيلف وهيرجع وهيكون ندمان. هذه الحالة 90% من البنات بيتبنوها وبيستنوها، إنه الشخص اللي عطيته كل مشاعري وعطيته كل عاطفتي وعطيته كل انجذابي وما قدرني لازم أتركه وأمشي عشان يعرف قديش هو خسر، فيلف ويرجع ندمان، ووقتها أنا هكون راضية ومبسوطة لأنه عرف قيمتي. أعذريني عزيزتي، أنت مش عارفة قيمتي. قيمتك مش في إن شخص يندم عليك ويرجع لك، قيمتك في إن الشخص هذا ما يعرف يطولك، ما يعرف بعدين يفكر مين ممكن يتواصل معاك. قيمتك مش في إنه يرجع، قيمتك مش في إنه يندم، قيمتك في إنك تعرفي أنت قيمتك، وتعرف إنك مش مسرح للعب بالمشاعر. ما عرف قيمتك هو عنده فرصة واحدة في الحياة لا تتكرر.